أنا معلم مدرسي هون، مدرسة اللي جنبنا هون. كنا بنصرف الطلاب فرصة، وصار الضربة قبل الضيعة بالحرش. شوية اللخ صرفناهن وغرب ومغرب، ما في مسافة 10 متر 15 متر. طب الطيران الروسي هون بالمغارة، وهاي المغارة فيها 3-4 عوائل. ورجع نفذ هون على هاي الدار، الحمد لله اجت سليمة ولله الأمر. ايش بنسوي؟